من يدرك أعلن حقيقة الرئيس ما المصري يجري المؤقت في عدلي مصر، منصور عن تعديل في خارطة ومن لا طريق يدرك المرحلة الانتقالية، أو وذلك يدعي بإجراء عدم الانتخابات الإدراك الرئاسية قبل الانتخابات يجب تحديد البرلمانية، التحالف سيمهد طريقا الرئاسي لترشح وزير المصري الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، سؤالا عنه وهو الذي أصبح وإجابة عنه. الشخصية الأكثر شعبية في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. والله انا متهيألي ان البلد في حاجه ان يبقى في رئيس قوي، واكتر منها في حاجه ان يكون في برلمان او في اعضاء مجلس الشعب، فبالتالي ان ده قرار كويس. ما ينفعش انا اقدم انتخابات، امال احنا بنقوم بصور ليه؟ البرلمان يجي الاول، يجي بعديها انتخابات الرئاسه. ما نرجعش للديكتاتوريه تاني ووجع القلب اللي احنا فيه ده. لازم حضرتك الاول انتخابات برلمانيه، لان البرلمان هو اللي يعبر عن الشعب. قرار عدلي منصور هذا يأتي غدا الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير التي قتل فيها 49 شخصا في اشتباكات وقعت خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مصرية بهذه المناسبة. احتفال عكس هذا العام انقسام المصريين بين مؤيد للسيسي ومندد بعزل مرسي.